ألا يقول إن بعض الناس في صلاة التراويح يأخذون المصاحف ويتابعون الإمام؟ هذا لا يجوز، لأن أخذ المصاحف يشغلك عن استماع القرآن، تناظر الحروف، تناظر الحروف وتقرأ الآيات، وهذا يشغلك عن استماع الإمام، قراءة الإمام. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، الواجب عليك الاستماع. إذا أخذت المصحف تنشغل بمتابعة المصحف، تقرأ الآيات، هذا يشغلك عن صلاتك. أيضا يفوت عليك سنة، يفوت عليك سنة، وهي قبض اليدين على الصدر، لأنك تمسك المصحف بيد ولا تستطيع تعمل بالسنة وهي القبض على الصدر أثناء القيام، فهذا لا أصل له، ويفوت عليك سنة ويشغلك عن استماع القرآن من الإمام. فلا يجوز أخذ المصاحف في صلاة التراويح ولا غيرها، إلا الإمام إذا كان ما يحفظ القرآن، الإمام إذا كان لا يحفظ القرآن فله أن يقرأ من المصحف في صلاة التراويح أو صلاة التهجد، له أن يقرأ من المصحف كما فعله بعض السلف، وكما كان ذكوان تصلي خلفه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو مولاها ويقرأ من المصحف عند الحاجة، لا بأس للإمام أو المنفرد، أما المأموم فلا يأخذ المصحف.